مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. تلقي اتصال من عند إيمان. إيمان قصة جد جد صعبة. مشاهدينا الكرام، إيمان عندها 26 سنة، عندها الأب وعندها الأم، ما عندهاش الإخوة، البنية هي اللي عندهم. عاشت حياة سعيدة، إلا أن الدنيا صعبة. الأب توفى في 2019، الأم في شهر 9 اللي فات. قبل ما توفى الأم 3 أيام الصدمة كانت قوية. الأم الله يرحمها قبل ما تموت في 3 أيام قالت لها أنا ماشي أمك وهذاك ماشي باك، بغا تبعوا معايا. إيمان ماشي عندك لا إله إلا الله، غادي تعاودي لي من الأول قبل من هذا الكلام اللي قالت لك ماما قبل ما تموت في 3 أيام. كيفاش دزتي انتي؟ ما حسيتيش؟ ما حسيتيش بشي حاجة؟ كاين شي فرق؟ كيفاش تعامل معاك الأب الأم؟ عمرني أنا، حنا ما كناش ساكنين هنايا المرة الأولى، كنا ساكنين في درب كبير. من نهار اللي حليت عيني حليت أنا تما، كانوا كيتعاملوا معايا واحد التعامل اللي بزاف، حتى حاجة ما تقدر تأذيني. كيخافوا عليا أكثر ما أنهم كيخافوا على ريوسهم، حتى حاجة مكبريني. اي حاجه بغيتها كيحضروها ليا، اي حاجه اي حاجه قروني في المره الاولى في ليكول بريفي. من بعد ما تحولنا، كون قلت لك كيف ما قلت لك كنا عايشين في درب كبير، تحولت وانا عندي 5 سنين. المعاناه اللي سميتو هزاتني، لا هي لا بابا. مريضه، كان مرض بالليل وبالنهار، هزوني. عمرني ما حسيت بهذاك النقص، انني ناقصني شي حاجه. كانوا مهلين فيا لواحد الدرجه اللي بزاف، كيحيدوها من لحمهم ويعطوها لي انايا. من بعد من كانت عندي 5 سنين تحولنا من درب كبير، تحولنا هنايا. من بعد بقى هذاك التعامل نفسه، ولا الخوف غير كيزيد يدير، كيزيدوا يخافوا عليا اكثر واكثر من انا غدا وكنكبر، هما غاديين كيخافوا عليا. صافي فحال هكا دخلتني ماما المدرسة، بقريت حتى قريت شي حاجة ما خاصاني، كتوبتي ما كلتي شراء حوايجي اي حاجة. الناس كان كيشريو لي ولادهم لبسة، ما كانش كتشري لي غير وحدة. العائلة ديال هاد الام وديال الاب ما كاينش فيهم اللي يقدر يوصل لك هاد السر ملي كبرتي وانت دابا 26 سنة قبل ما توفى. ما كاينش اللي قال لك كاين شي حاجة ماشي هي هادي؟ ما عمرك حسيتي؟ عمرت شي واحد قال لك هذاك السر؟ عمرنا ما نقولو. عتعاودي لي في 2019 توفى الاب، من موراها شي شهور اللي دازو شهر 9 توفات الام قبل بثلاث ايام. مات البابا في الاخر ديال 2019، بقينا فحال هكا انا وماما. هي دائما كانت كتمرض، ولكن كنقول انها عمرها ما غتخليني. حتى الاخر في شهر 9 صافي الايامات الاخره ديالها جات قبل ما الموت ديالها بثلاث ايام بالجمعه، وهي تقول لي بغيت نقول لك واحد الحاجه. المره الاولى ما بغاش تقول لي انايا، واش كتقول لي غير سمحي لي، كنطلب منك السماحه. هي انا باركه هنا وهي باركه قدامي، كنقول لها ماما علاش غنسمح لك؟ وهي تقول لي غير سمحي لي. قالت لي انا مديره معاك واحد الذنب كبير. قلت لها ما دايره معايا حتى شي حاجه، قلت لها غير قولي لي اشنو كاين. قالت لي لا، كانت نيت الدار هنايا عامره بالناس، كتقول لي انا غادي كانت نيت واحد السيده كتقول لي انا غادي نقول لها هي غتقول لك. وانا نمشي ونجلس حداها وشديت لها في ايدها. قلت لها ماما، قلت لها قولي لي انت شنو هو؟ قالت لي لا والو. قلت لها لا، قلت لها شوفي، قلت لها منين قلتي لي هذه الكلمه يعني كاينه شي حاجه؟ قلت لها غير قولي لي اشنو كاين. تما هي تقول لي، بقات كتشوف فيا واحد الدقيقه. عاودي لي بالتدقيق شنو قالت لك؟ قلت لك بقات واحد الدقيقه كتشوف فيا تقول لي انا غير مربيك. ما فداك اللحظه قلت لها شنو هو؟ قالت لي اه انا غير مربيك. الساعه اه ما تقبلتهاش، غوت بكيت. الناس اللي كانوا هنايا قالوا يا ايمان راه غير داخلها غير الموت. قلت لهم لا، ما داخلهاش الموت. قلت لهم هي اصلا، قلت لهم كتقول ديك الهضره وانا متاكده منها انها بصح. تقول لي كلشي كيقول لي لا ايمان لا، راه هاد الهضره ما كايناش، راه ما كايناش.
وبدات مسكينه قالت لي لا، الحاجه الواحده قالت لي سيري عند محجوبه. قلت لها شكون محجوبه؟ هي تقول لي اللي في درب كبير، هي وحفيده اللي عارفين كل شيء، عارفين الحقيقه من الاول حتى الاخر. صافي بحال هكا، من رجعت بداو الناس كيقول لي ايمان، ولو كل شيء كان بغي يخبي عليا ديك الساعه، ولو عرفت كل شيء كيقول لي ايمان، ولو هاد الحقيقه شكون، شنو غديري؟ قلت لهم انا ما كنعرف حتى وحده من غيرها، هي كل شيء بالنسبه لي، هي ماما وهي كل شيء، ولكن انا ما كنتش متوقعه ان قلت ولو قالتها ما كنتش متوقعه انها غادي تموت. والنهار لي من بعد صافي برودة صافي، وفي الاخر قلت علاش انا قلت غادي نقول لها شي حاجه وهي مريضه، علاش انا غادي نقول لها شي كلمه وغادي نزيد قلت لها شي كلمه وسميتو تقدر هذيك الساعه تموت ونكون انا هي السبب. ولكن من بعد من وراها قالت لي جمعة من نهار اثنين مع 9 ديال الليل ماتت. يعني ما بين انها قالت لي انا ماشي ممكن، وما بين انها ماتت جرحت، حس بقيت جامعة داك الشيء وهلا وصبرت راسي وقلت انا غادي نبين راسي انني قويه، ولكن ما قدرتش. ولو منك يمشي كل شيء انت بقى بوحدي، راه ربي اللي يعني من بعد الله راه لا اله الا الله. من موراها مشيتي تقلبي على هاد الحفيظه؟ من وراها مشيت عند محجوبه. انا المره الاولى ما كنتش متقبله انني غادي نمشي، قلت لها حتى هذيك السيده ما غنمشيش عندها. عاد بقاو كيقول لي لا ايمان هذه وصيه خصك ضروري تمشي، الوصيه ديال الام ديالك خصك ضروري تمشي عندها وتشوفي هاد السيده. من مشيت عندها مشيت عندها من نهار الاربعاء، لا انا لا بنت عم ماما، مشينا عندها من سميتو باركنا، من قلتها لها حيت انا من صغري كنا ساكن حنا وياها في نفس الدار. من صغري قلت لها امي، قالت لي نعم حيت انا من صغري وانا كنقول لها امي. قلت لها امي، قالت لي نعم. قلت لها بغيت نقول لك واحد الحاجه، قالت لي شنو؟ تمام. قلت لها قبل ما تموت، قلت لها قالت لي انني غير مربياك وصيفطتني عندك، وهي تجاوبني بواحد الطريقه اللي اصلا من ديك الكلمه انا عرفتها ما غتقول لي حتى شي حاجه. قالت لي اشنو بغيتي دابا؟ واش كتبغى الصداع؟ قلت لها امي، قلت لها انا ما بغا حتى شي حاجه، كلمه واحده اللي بغيت غنعرف غير الحقيقه من عندك. قالت لي ما عندك ما تعرفي. قالت لي نسيهم كيما هما ناسينك 26 عام، نسيهم جنتية. قلت لها ما يمكنش لي، قلت لها ننسى هذا الموضوع. قلت لها انا خصني ضروري نعرف الحقيقه من الاول حتى الاخر. وداش كتقول لي شي هضره اللي ما كايناش، راه ما كاينش شي ام غتكون مزوجه كما هي قالت غتكون مزوجه بهذاك الشخص وغادي يطلقها وغادي تمشي تعطي بنتها. وعاودي لي اشنو قالت لك هي على هذا اللي هما الاصل، هاد الام وهاد الاب، واش طلقوا؟ شنو القصه اللي عطاتك سميتها حفيظه ولا محجوبه؟ اعطيني هاد القصه اللي قالت لك بالضبط، هي اللي عارفه السر. هما اللي عارفين بجوجات، لا هي لا بنت عمها، هما اللي عارفين. وهي تقول لي شوفي، قالت لي الام ديالك قالت لي راه كانت مزوجه بيه. انا بقيت غير كنشوف. عاد بدات كتقول لي، قالت لي واش بغيتي تعرفي؟ قلت لها اه. وهي تقول لي الام ديالك كانت مزوجه بالاب ديالك، حيت هي قالت لي كانت خدامه عندهم. وهما قالت لي هويا هادشي اللي سميتو، قالت لي هو ولا كيبغيها وتزوج بها، والام ديالو هو ما بغاتهاش. قالت لي حيت ماشي في المستوى ديالنا، قالت لي حيت هي غير بنت الكاريان ماشي في المستوى ديالنا، يعني ما غاديش غادي تطلقها. قالت لك صافي، قالت لي طلقاتها، قالت لي بقات عليها حتى طلقتها. من طلقتها البنت مشات لدارهم، قال لها الاب ديالها كيف ما بنتنا طلقتها حتى حنا غادي نحرموه من بنته. يعني الا جيت نشوف على هضرتها هي بحالي انا، داروني غير بحال شي حساب بيناتهم، بحال شي انتقموا منه. هاد الام اللي توفات، المعلومات اللي عطاوك انت ولا شنو قالت لك؟ هي انت خداتك من عندهم، شحال عندك من عام؟ قالت لي خديتك عندك ثلاث ايام. انت دستي بثلاث ايام خداتك هاد المرأة؟ ثلاث ايام قالت لي وخديتك. من الناس سميتو، انا قلت لها غير قولي لي، قلت لها وكيفاش؟ قالت لي الام ديالك كانت مزوجه بيه. قالت لي وجداك؟ قالت لي هي المسؤوله، هي اللي كل شيء،
هي اللي دارت هذا الشيء كامل، هي اللي بعداتك على الاب ديالك. كاينين دابا؟ انا الحاجه الوحيده قالت لي هي محجوبه، قالت لي كانوا ساكنين في عين السبع. قالت لي للام ديالك للاب ديالك، قالت لي كانوا ساكنين في عين السبع، قالت لي حنا مشينا حتى لعندها. وهاد محجوبه وهادو ما عارفين الحقيقي، غادي يوصلوك عند الام. ما بغاش لا من قلت سميتو، قالت لي قالت لي حنا حافظه، قالت لي ما بقاش كتسكن هنايا، مابقاش متحولت لاسفي. قلت لها غير قولي لي، قالت لك لا حنا ما بقيناش عارفين واش ميته ولا حيه، راه ما يمكنش شي وحده من العائله ما تبقيش عارفه واش ميته ولا حيه. الام ديالك هذه اللي كبراتك، ما عمرها قالت لك بلا شي. ديك الام ديالك الاصليه جات شي مره كتسول عليك ولا بغاتها تشوفك، وكاين واحد الكبده كتقدر تحرك، بغات تجي غتشوف هادشي. ما عمرك وصلتك شي معلومات بلا شي حد كان كيجي يسول عليك؟ يعني يقدر يكون الاب ولا الام؟ لا لا، هي من غير ماما كلمه واحده اللي قالت لي، هي قالت لي انا غير مربياك، وقالت لي سيري سولي محجوبه، هي اللي غتقول لك، هي وحافظه اللي عارفه الحقيقه. ولكن انا من مشيت بحال شي كتاب، مشيت حاله وسداتو عليا، يعني قلت لها انا ما باغا منهم حتى شي حاجه، انا باغا غير نعرف الحقيقه صافي صافي. انا فاش النهار اللي قالت لي يا ماما انني راكي غير مربياك، سولت، كان عندي واحد، واخا كنت حاسه انا هي ما كتكذبش عليا، من سميتو سولت من ورا. هذاك النهار بالضبط في الليل عيطت، عيطت لخوتها، عيطت لكل شيء، قلت ليهم راه ماما قالت لي واحد الكلمه، قالوا لي شنو هي؟ عيطت لخالتي كاينه هنا، قلت لها خالتي، قالت لي نعم، قلت لها ماما، قلت لها قالت لي واحد الحاجه، قالت لي شنو هي؟ قلت لها قالت لي انا غير مربيك. خالتي سكتات ما عرفاش ما تقول، هي تقول لي يا ايمان، قلت لها خالتي ما سكتي، قلت لها قولي الصراحه، وكنهضر مع واحد بواحد البروده، قلت لها قولي لي غير الصراحه، قالت لي اه ايمان، قالت لي جابتك، قالت لي اه ما كذباتش عليك، قالت لي انت غير مربيك. هي دابا الام ديالك هذه اللي رباتك، هي والاب اللي كتعتبرهم انت الوالدين، هما اللي رباوك. ما عندهمش الاولاد اخرين؟ ماشي ولدوش؟ لا ما عندهمش، انا اللي كانوا هما كل شيء. بابا كان كيخاف عليا لواحد الدرجه من البرد، ما يمكنش انني انا ولي دار الكنيه ديالو في سميتك، ودار لك الكنيه ديالو، ودار لك وريقاتك وكل شيء. عطاني كنيته، عطاني كنيته هوايا. علاقتك بهم دابا بقات زوينه واخا هكاك عزاز عليك تمول يكبروك بزاف؟ قلت لهم كون غير ما عرفتش الحقيقه. الله يفرج عليك يا ربي، ان شاء الله تبان الحقيقه. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا صدمه كانت قويه صراحه، 26 سنه كبرها الاب والام قبل 3 ايام من وفاه الام، كتبوح لها بسر صادم انه غير مربياك، اعطتها خيوط لتتبع القضيه، الا ان الاطراف الاخرى لها راي اخر، ولكن هذا في نقاش. الإطار القانوني واضح في هذا الشأن، هنا دور المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية المختصة بالمرأة بشكل كبير. أرجوكم، أنا غادي نوضع رقم الهاتف ديال إيمان، ساعدوها باش توصل للأم ديالها تشوفها. إيمان ضحية ماذا؟ شنآن علاقة فيها نقاش، لا يمكن أن نصدر أحكاما في الموضوع، لأن ممكن الأم الأصلية تكون عند عقد زواج مع الأب، ونظرا للطبقات الاجتماعية وفوارق أخرى كانت حسابات الأب انطلاقا من القرار الأم ديالو، قالت لي هذيك ما بغيناهاش، اللي هي الأم الأصلية، والأم لها رأي آخر، أعطت البنت. إيمان ضحية هذا الوضع، 26 سنة ما عمرها حسات بالفرق، رغم أن العائلة الأم كتعلم كما خبرتنا، وهي الهدف الأسمى ديالها دابا أنها توصل الحقيقة، لتنوي الرأي العام أكثر في الموضوع. إيمان كتعيش في هذا المنزل بوحدها، عندهم الكراية، الأب والأم خلاو لها هذا المنزل باش تعيش به، ولكن المال ماشي هو كل شيء. تبحث عن الأصل، من هي أم إيمان ومن هو أبوها؟ مشاهدينا الكرام، أنا غنوضع رقم الهاتف ديالها، أرجوكم نداء للجمعيات تواصلوا مع إيمان لتبين الحقيقة أكثر. إيمان تتمنى أنه تعرف الأم والأب ديالها. سوف نبقى إن شاء الله لتتبع هذه الملف، وسوف أوافيكم دائما بالجديد حول حيثيات قضية إيمان. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.